سؤاله الآخر يقول: هل تجوز الزكاة على ثمن سيارة الأجرة أم على الناتج فقط؟ الأعيان التي تؤجر من السيارات أو الدكاكين أو البيوت أو المزارع ليس فيها أجرة في أعيانها، ليس فيها زكاة. ليس فيها زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، والحول يبدأ من العقد، فإذا تم الحول على الأجرة من إبرام العقد وجبت فيه الزكاة إذا كان نصابا أو يضم إلى ما يكمله نصابا. نعم. هذا مثل سائق سيارة الأجرة يا شيخ؟ هذا مثل اللي له سيارة يأجلها، سواء كان هو السائق ولا غيره. نعم.